سلام صحباتي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم بزاف ديال الحاجات هنايا. كاين الحاجات اللي شفتهم كما كتشوفوا تحت واش شنو كاين، وكاين الحاجات اللي باقي ما فتحتهمش. هذا غادي نفتحهم معكم وغادي نكتشفوا اشنو كاين فيهم مع بعضياتنا. لهذا كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. بغيت نقول لكم ان ابتداء من اليوم علاش انا اصلا غبرت عليكم في هذه القناه، لانني كنقلب صراحه على راسي، كنقلب كيفاش ننظم راسي هاد الايام. بغيت نبدا صراحه نطلع فيديوهات في القناه ديال الاسبانيوليا، لانه اسبانيوليا القناه ديال الاسبانيول، شفتوا ملي كتبغي تخلط الاسبانيول مع العربيه. المهم بغيت نبقى نحط فيديوهات في القناه ديال الاسبانيول حتى هي، لان الصراحه في القناه ديال العربيه صراحه القضيه ميته بزاف 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 بزاف، مشاهدات عيانين. كلشي اليوتيوبرز كيشكيو من هادشي، وخصوصا اليوتيوبرز اللي كيقدموا الكاليتي اللي كيخدموا على الفيديوهات ديالهم كيشكيو من هادشي. لهذا كنتمنى من الله يعني هادشي تحسن، انه كل واحد ياخذ داكشي اللي يستاهل. يعني الا خدمتي مزيان تاخذ مزيان، ما خدمتيش مزيان ما تاخذش مزيان. ماشي تكون غير مساله زهر ولا ما نعرف شنو كاين في هاد يوتيوب صراحه، حتى واحد لحد الان ما عرف شنو واقع. لهذا بغيت نقول لكم يعني لهذا بغيت نحط بعد الفيديوهات، غنبقى نحط فيديوهات في القناه ديال الاسبانيول بالنسبه للبنات اللي بغيتو تبقاو تشوفوهم. وهذا اللي كنتو اصلا قلتوا لي بغيتو فيديوهات الاسبانيول. وبنفس الوقت باش نحس شويه بالدعم، لان صراحه انا اكثر حاجه خلتني نزيد في يوتيوب ونكبر في يوتيوب هو الدعم ديالكم. في يوتيوب هو الدعم ديالكم، يعني من ناحيه التعليقات لي لايك كنحس بشي حاجه واعره. لكن كان يعني همي الواحد هو الفلوس، غادي نبقى نحط فيديوهات ما غاديش نحبس. صافي اللي بغى يشوف يشوف، اللي ما بغاش ما يشوف، اللي بغى يدير ديسلايك يديرها، اللي بغى ما يديرش انا الفلوس غادي نربحهم كما كتعرفوا. يعني لي لايك ولا يعني درتي لايك ولا درتي ديسلايك بحال بحال، ولكن انا ملي كنشوف اللايك كنفرح بزاف 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 بزاف، كنحس باني كندير شي حاجه كتعجبكم. لهذا انا ماشي همي هو الفلوس في هذه القناه، سينو همي هو اني نحس براسي كندير شي حاجه زوينه كنفيدكم. اكيد الفلوس شي حاجه مزيانه، لان الفلوس غتخليني نشري كاميرا زوينه، تخليني نشري واحد البروغرام ديال المونتاج زوين، بيسي زوين، باش نقدر نقدم لكم الاحسن. يعني الفلوس كتساعد بزاف ديال الحاجات، والفلوس ضروريه في الحياه سي. ولكن اكثر حاجه انا بالنسبه لي في القناه ديالي صراحه، واخا يعطوني الملايين الا كانوا يعني مشاهدات قلالين ولا لايك قلالين والتعليق زوينين قلالين، ما غاديش نكمل فيها. وكيف ما لاحظتوا مؤخرا ما بقيتش كنحط فيديوهات بزاف، ماشي حقاش ما بغيتش كيف ما قلت لكم، سينو ما بقيتش قادره اني نحط فيديو نشوف 3000 مشاهده وانا القناه ديالي يعني كدا 70000 مشترك. كنحس بالاحباط. واخا لي كولابوراسيون كاينين، يعني حقاش كنقدم كاليتي مزيانه الحمد لله، لي كولابوراسيون موجودين الحمد لله. الفلوس كما قلت لكم ما مهتماش بهم هاد الايام، لانني وليت كنحس براسي كما قلت لكم جاني احباط. اما كون مهتمه بفلوس غنبقى نحط الفيديوهات، لانه قد ما حطيت قد ما الفلوس غادي يدخلوا. ولكن نو، قلت غادي ندير ستوب وغادي نخدم على القناه ديالي اكثر واكثر واكثر، واخا عارفه هادشي ما غاديش هو يجيب لي مشاهدات، مي قلت غادي نحاول. وكنتمنى من الله يعني قد ما خدمت وقد ما جهدت على هاد القناه يعوضني يعني خاير فيها، خصوصا كما قلت لكم الدعم ديالكم انا اكثر حاجه كتفرحني، يعني هو الدعم ديالكم لي لايك. ونحس راسي نقدم شي محتوى اللي كيعجبكم وكيفرحكم، يعني هادشي اللي بغيت. صافي كنتمنى من الله يعاونني وحتى نتوما تعاونوني في هادشي ونمشيو بعيد ان شاء الله. المهم ولهذا كما قلت لكم غيكونوا حاجات زوينين، حاجات جدادين، غنحاول كل فيديو قبل ما نحطو غادي يكون مخدوم مزيان، غادي تكون شي حاجه فيه مزيانه، غادي يكون عامر بحاجات مفيده ان شاء الله. الا ما درتش حاجه ندير حاجه وحده ضروري من الافاده ان شاء الله في هذه القناه. ولكن بغيت نقول لكم هو اننا ما يبقاوش فيديوهات بزاف كما كنا شحال هذا، ولكن غادي يكونوا فيديوهات زوينين اللي غادي نعوضونا احنا على داك الفيديوهات اللي بزاف بزاف كل نهار ولا نهار او نهار لا. يعني نقدر نحط ماكسيمو 3 الفيديوهات في السيمانه، 3 ماكسيمو، نقدر نحط 2 نقدر نحط 1، 3 ماكسيمو وواحد مينيمو. ولكن كنوعدكم انه غادي يكون في الميدان اللي كيعجبك، الشيء اللي كيعجبكم يعني في الموضه ولا الماكياج، كل ما يخص المراه. وان شاء الله مره على حسب التعليق ديالكم اللي كنشوف، ولا في البريفي ديال الانستغرام داكشي اللي كتعاودوا لي القصص ديالكم، نهضروا على شي موضوع اجتماعي يعني مره في الشهر ولا مره في 15 يوم على حسب يعني الكثره ديال التعاليق اللي كيجيوني ولا الكثره ديال الميساجات اللي كيجيوني بريفي على شي موضوع يعني اللي بغيتونا نتطرقوا ليه مع بعضياتنا. وصافي صحباتي العزاز سمحوا لي طولت عليكم، ولكن اكيد شحال هذه غبرت عليكم، خصني نعطيكم واحد اكسبليكاسيون باش تعرفوا علاش انا غابره، علاش انا ما كنحطش فيديوهات، باش تعرفوا انا اشنو دابا كنخمم. يعني هاد القناه ماشي ديالي سينو ديالنا كاملين، لهذا خصكم تعرفوا اش كيوقع فيها. وصافي نبداو، سمحوا لي طولت عليكم. غنبداو باول حاجه البنات، غادي نفتح لي باك لي هنايا. هذا اول باك البنات، هذا كما كتشوفوا انا ما فتحتوش، انا غادي نفتحو معاكم. لهذا غادي نحتاجو المقص، انا تقريبا عارفه يعني هادشي من عند من وصلني، ولكن شي مرات صراحه كنتلف ملي كيتخلطوا لي يعني لي باك، ما نعرفش كل حاجه منين وصلتني. ها انتما البنات، هذا هو الباك الاول، نشوفوا شنو فيه.
هذه هنا هذا الشيء دابا عرفتي. هنا وصلتنا البنات نجيب هذا نشوفوها مع نشوفوها مع بعض. الحاجه اللي وصلتني البنات هي هاد الكريم اساس ديال ماك فيكس، يعني سميتها ستوديو فيكس فلويد، فيها الاس بي اف 15 كيف ما كتشوفوا. هذه واحد الكريم اساس البنات اللي زوينه، التغطيه ديالها خفيفه، ملي كديروها على البشره ديالكم كتحسوا بواحد التغطيه زوينه. وانا البنات خديت اني ودولي 25 فالنمره. بغيت نقول لكم البنات هو انه هاد الكريم اساس توصلت بها كادو من عند ماك، يعني ماشي انا شريتها سينو كادو من عندهم، وفايت ليا صيفطوا ليا وحده وين عاودت خديت الثانيه اللي هي صراحه هاد اللون هذا شويه سمر عليا بالحق، غادي نخلطو مع شي لون اخر ولا نشوف كي ندير نخدم بالكونسيلر نخلطهم ولا نشوف كيفاش ندير. المهم دابا نشوف كي ندير. ما بغيت نقول لكم انه هاد الكريم اساس البنات اللي زوين فيها هو انه بعدا فيها الاس بي اف 15، التغطيه ديالها زوينه كتعطي واحد التغطيه خفيفه ولكن في نفس الوقت كتحسي بالبشره ديالك مغطيه. كما كتعرفوا بزاف ديال الفنانين هذه هي الكريم اساس اللي كيستعملوا، يعني اللي هي ماك اصلا كما كنعرفوا ماركه مزيانه تعرفت بالعكوره ديالها ومن بعد لي برودوي ديالها كاملين. ولهذا كما قلت لكم الا كنتو ما عمركم جربتوها وبغيتو تجربوها راكم عارفين فين غادي تلقاوها، خدوها من ماك اونلاين. المهم انا غادي نخلي لكم اللين ديالها الا بغيتو تاخدوها اونلاين. بالنسبه للالوان كما قلت لكم جربوها ولا شوفوا يعني لي سواش في لي سواش في سميتو في الانترنت راه كيكونوا لي سواش. ها نتوما شوفوا لكم ديك سميتها ديالها التركيبه ديالها كيفاش دايره، يعني ماشي جاريه سينو ثقيله ويعني بكميه قليله تقدروا تخدموا بها مزيان. صراحه زوين هذا كريم اساس، وتقدروا تشريو البومب ديالها هو من ماك راه كيكون كيتباع في هاك الا بغيتو زعما باش تخرجوا بهذه الطريقه نديرو نشري. صراحه انا محتاجه ليه، ولهذا البنات هذا كريم اساس كيف ما قلت لكم الكريمات المفضلين عندي. هي باقي ما لقيتش اللون اللي يجي مع الوجه ديالي، ولكن من ناحيه يعني التكستوره ديالها ملي كديرها في البشره داكشي عندها واحد التكستوره رائعه ما عندي ما نقول عليها. وكما كتعرفوا انا من النوع اللي كنخسر فلوس في كريم اساس، انا واخا توصلت بها ولكن هذه من النوع ديال الكريمات ديال الاساس اللي نقدر نشريهم يعني بلا ما نخمم. علاش؟ يعني كريم اساس شي حاجه اللي كديرها في وجهك كامل، يعني كتحط الى كان الفوندو تان خاسر ولا كريم اساس خاسر يعني واخا ديري اللي درتي غادي يبان وجهك، يعني ما غاتبانش الماكياج زوين مقاد زعما. لهذا اللهم دير واحد الانفيرسيون مزيانه في كريم اساس وفي حوايج بحال الفراج وبحال حاجات اخرين نو، خذوا شي حاجه تكون ثمن ما سوماينوس يعني يكون ما بينه وبين ما يكونش غالي. ولكن كريم اساس انا كنصحكم من الاحسن من الاحسن، سي كاينين الماركات اللي رخاصين ولكن خصكم تلقاو اللي يجيو مع البشره ديالكم. انا كنقلب صراحه لي مارك اللي كيجيو معايا هذه منهم، وان شاء الله غندير لكم واحد الفيديو قريبا ان شاء الله على كريمات الاساس كاملين اللي جربته كل حاجه شنو عطاتني واش عجبتني واش لا، يعني هذا الشيء كيبقى تجربه على البشره ديالي انا. وان شاء الله ندير لكم فيديو خاص اللي بغيتو على حساب مكياج دخول المدرسه، نقدر نجرب هذه نقدر نجرب شي حاجه اخرى. المهم باقي ما عرفتش ولكن غندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله الا بغى الله. وصافي ندوز الحاجه الثانيه البنات كما قلت لكم ما تنساوش غنخلي لكم لي في لابغدان فلو تدخلوا تشوفوا الثمن حقاش صراحه الاثمنه انا ما كنعقلش عليهم. وثاني حاجه اللي البنات اللي جاتني كنظن نفس الماركه نيت، باش نشوف سي البنات كما كتشوفوا سي كنظن هي من عند ماك وهو البنات كونسيلر سي شحال. وانا هذا صراحه ما عمري جربته البنات، هذا الكونسيلر ديال ماك اللي كلشي كيهضر عليه، وعندي واحد يوتيوبرز معروفه ماشي عربيه كتهضر عليه ديما مزيان مزيان مزيان، كتقول يعني من المفضل اللي عندها وانا كنثق في الراي ديالها بزاف بزاف. لهذا ديما كانت عندي الفضول اني نجربه ولكن ما عمري زعما صراحه زعمت. علاش؟ لانه اصلا ماك بعيده عليا واونلاين ما بقيت نقول خصني نمشي نجرب بعدا في البشره ديالي عاد باش نبدا ناخذ اونلاين، يعني نعرف الالوان اللي كيجيو مع الوجه ديالي عاد باش نزعم. وهذه جات فرصه انه ماك سيفطوا ليا هذا الكونسيلر، هو خديت فيه الان اس 35 كيبقى في 24 ساعه زعما على البشره، اكيد حنا ما غاديش نخليه 24 ساعه. جربوا غادي نرد عليكم. وكما قلت لكم انا متاكده يعجبني. علاش؟ لان انا اليوتيوبرز اللي كنعرفها يعني كنثق فيها ملي كتقول على شي حاجه مزيانه وكناخذها ما عمري زعما صراحه صدقات ليا ديك الحاجه خايبه. ولهذا هذا هو الكونسيلر، واكيد ان شاء الله ملي غادي نجربو راه غادي نهضر لكم على رايي الشخصي. واخا كيما قلت لكم من التكستوره ديالو عرفت انه غادي يكون زوين. ها نتوما البنات شوفوا هنا هزيت مره وحده ولكن زعما ديك المره وحده ما درتش فيها كامله، وتشوفوا شحال غادي نقدر زعما نطابي به. شوفوا يعني واحد كيغطي مزيان، شوفوا البنات شفتوا بالنسبه للتغطيه ديالو وما كتحسيش به ثقيل سي كتحسيش به ثقيل، يعني خدمته زوينه
وكنظن اللون اللي خديت هو اللي غادي يجيني مع اللون ديالي، غير خصني شي لون فتح منه شويه، ولكن هذا يجي مع اللون ديالي خصوصا في الصيف يجيني هو هذاك كما قلت لكم. وهذه ديالو راه ديال الزاج البنات، لهذا خصكم الا خديتوه تردوا البال يلا في السفر ديما ديروه في الباك ديالو وما تبقاوش يعني تخلطوه مع الماكياج سينو غادي يتهرس. هذه ديال الزاج وصافي البنات، هو راه غادي تلقاو اليان ديالو في لاباغ دانفو، ولا بغيتو تشوفوا الثمن ولا بغيتو تاخذوه، ولا بغيتو كما قلت لكم غير تشوفوا الثمن ديالو وصافي. ودابا ندوزو للحاجات الاخرين البنات، بغيت نهز واحد البابي نمسح يديا باش ما نرونش هذا الشيء. في دابا البنات غادي ندوزو لحاجات اخرين باش ما نطولش عليكم، نحيدو الماكياج وندوزو لحاجات اخرين. غندوزو لهاد هاد لي اكسسوار هادو توصلت بيهم من هاد لا مارك هادي اللي هي هابينيس بوتيك. هادي كما قلت لكم انا ملي كنعرف شي حاجه فاش وصلتني عرفتها صراحه ان هي، لانه ملي قست عرفت انها هي اللي غادي توصلني. عرفتهم انهم لي اكسسوار، واكيد ان شي حاجه كنحماق عليها هما لي اكسسوار، خو ما كنبدلش بزاف كيف ما كتشوفوا ديما نفس لي اكسسوار، ولكن تعجبوني كيعجبوني يكونوا عندي في المناسبات، كيعجبني نبدل الا كانت شي مناسبه خاصه. نهار على نهار كندير ديما داكشي اللي عندي يعني داكشي اللي كندير ديما اللي كتشوفوني، ولكن سي كيعجبني نبدل وكنحماق على شي حاجه سميتها لي اكسسوار. المهم كما قلت لكم كيجيو بحال هكا، كيجيو بحال هكا كما كتشوفوا. كتحلو هذه هنايا، وجاتني كل خاتمه كل خويتمه في هذا ديك البلاستيك ديالها، يعني يعني حاملهم مزيان باش ما يوقع لهم حتى شي حاجه. والخويتمه تاع البنات هما هادو، نوريهم لكم. كيجيو فواحد واحد القطن كنظن باش ما يخسروش ما يبقى لهم حتى شي حاجه، حتى زعما لو بغيت نحتفظ بهم نحتفظ بهم انا غير هنايا بلا ما نضطر انني نحطهم في شي حاجه ديال هانتوما البنات. هادو هما الخويتمات كنظن كنتمنى يكونوا كيبانوا لكم، انا غنوريهم لكم يعني في يدي كيفاش كيجيو غير باش تجي واحد الفكره. شوفوا البنات شحال غزال هاد الخاتم، شحال هو بخاطري صراحه. كنشوف بزاف ممثلات في التلفازه كيديروه، ما عرفتش عمركم تفرجوا فواحد الفيلم هندي؟ كنت كنشوف واحد الممثله دائما كديرو، وكيعجبني كيعجبني نشوف يعني داك الخاتم. كنقولي ما كرهتش نلقى بحالو، كنت خديت بحالو ديال النقره راه باقي عندي، ولكن هذا اللون هذا شي ماركه اللي نقولو كنطيق فيها ما لقيتش، ولكن هذه الماركه هذه راه مزيانه كنصحكم بها، وعندهم لي اكسسوار زوينين. وكاين ثاني هذا، هذا هو مشهور على على النت. ها انتم شوفوا البنات كيفاش داير من هنايا وكيفاش داير من هنايا. من هنايا فيها يعني مفيش الحجر، وهنايا سي في الحجيرات اكيد، لانه ولكن تقدروا ديروا يعني مثلا نهار سامبل بغيتوا ديروا غير سامبل ديروا بحال هكا يبقى سامبل، ولا كانت شي مناسبه ديروا هكا، ولكن هو اكيد مدير مقاد باش يدار بحال هكا يبانوا الحجرات ديالو داكشي. شفتوا شحال زوين؟ وهذا زي من اللور بحال هكا، جاوا بحال هكا، ومن هنا بحال هكا. شفتوا صراحه بنات شي حاجه واو، شي حاجه غزاله ما عندي ما نقول عليه. قولوا لي في التعليق واش عجبكم، واش كيعجبكم هذا الستيل هذا من الخويتمات. انا صراحه كنحمق عليه، كيجيني واحد الستيل اللي هو كلاس زوين، تقدروا ديروه في مناسبات ديروا غير خويتمه ولا جوج وصافي. ما تقدر يعني بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش يديروا بزاف ديال الحاجات، يديروا حاجه وحده ولا جوج صافي تبين لهم هذاك الشيء زوين، يبانوا زعما لابسين مزيان، حسن ما يديروا بزاف ديال الحاجات يبانوا مشارجين. يعني يقدر يعجبكم هذا النوع، انا بعدا من النوع اللي كيعجبني هذا الشيء، كيعجبني ندير حاجه تخفف يعني ندير حاجه ولا جوج صافي يكونوا مبينين داكشي زوين، حسن من نعمر راسي. حتى نتوما خليو لي تجي في التعليق باش نعرف. عندي زوج الحاجات اللي شاركتها معكم بغيت نولا لكم، لانه بزاف الناس ما شفتوهاش، هما النظاظر. النظاظر اللي توصلت بيهم من عند فيسيون ماركت بلاس .com. هادي البنات اللي هي فتحتها ودرت لكم انبوكسينغ في الانستغرام. بالحق البنات اللي ما شفتوش هاد الانبوكسينغ هذا في الانستغرام غتشوفوه هنايا، يعني نوريكم شنو وصلني. المهم كتوصلني بحال هكا، هنا كوصلات الكرتونه مزدوده غير حيت لحقاش كاينه الديريكسيون ديالي هنايا. وصلوني جوج نظارات البنات اللي انا غنوريهم لكم دابا، ومعهم كيوصلوا باش كتمسحوا النظارات كل وحده زعما كل نظاره مع ديالها، وكتوصل لكم الفاكتوره ديالهم هنايا باش تشوفوا زعما الثمن. بالنسبه لهاد لا ماركه البنات كيديروا النظاره ديال شوف بثمن جد مناسب، كيبيعوا يعني العدسه ديال شوف، لو بغيتوا ديروا عدسه ديال شوف تما تقدروا تاخذوهم اونلاين كيبيعوا. مهم عندهم بزاف ديال الحاجات، انا غنخلي لكم فين شرحت لكم البنات المهتمين، نخلي لكم هنايا اللين ديال الفيديو دخلوا تشوفوا شرحت لكم كلشي مزيان على هاد النظاره. من حقنا دابا غير كنوريكم زعما شنو شريت هاد الشهر هذا، وبغيت نقول لكم اني في هاد الفيديوهات هادو غنبقى نديرهم لكم ان شاء الله، غنبقى نجمع بزاف ديال الحاجات. عاود ما ندير لكم فيديو على حاجه غنجمع بزاف ديال الحاجات، وغادي ندير لكم بحال هاد الشكل هول ميغا هول ولا هول كبير، المهم هول متنوع. وانتم ديك الساعه على كنتم ركزتوا على نظاظر على خويتمات على هذا، ندير لكم ديك الساعه فيديو خاص على هذيك الماركه ونهضر لكم خاص على ديك الحاجه بلا ما نبقى ندير لكم فيديو على حاجه وحده. عجبني لكم فهاد الفكره. المهم نظاظر البنات كيجيو بحال هكا، كيتفتحوا بحال هكا. خديت هادو كيجيو مع جوج ديال باش كنمسحو النظارات ديالنا. خديت هادو اللي قلت لكم سبق ليا وقلت لكم ما عجبونيش، المهم كيجيو بحال هكا نوريهم لكم، خير خسروا ليا الزيف وداكشي.
ومع الاضاءه ما عرفش غادي يبان لكم مزيان. كيجيو بحال هكا، هادو ما عجبونيش صراحه. وهنا عندهم بحال برينت يعني ليوباردو من هنايا من اليدين، وهما جاوا بحال واحد الغوز جولد ولا ما نعرف، خفيف ولكن مات صراحه عجبوني هاد النضيضرات يعني اللون ديالهم والتركيبه ديالهم، ولكن على حسب الفورمه ديال وجهي ما جاوش معايا صراحه. لهذا هادو اللي عجبوني شويه، حتى هما نفس الشيء كيجيو مع اللعيبات ديالهم وداك الشيء. هذه هي الفونده ديالهم، هادو عجبوني شويه كون كانوا، هادو عجبوني سي نقدر نديرهم وداك الشيء، ولكن صراحه كون كانوا شويه مدورين ما طايحينش يجيوني حسن كنظن. واش بان لكم نتوما؟ المهم هادو خديتهم بالدوغي صراحه، خديتهم كيتشابو بلا ما نحس، كنت معوله ناخذ يعني ستيلات مختلفين، ولكن ما عرفتش علاش خديت جوج. شي مرات ملي كنكون شري كنتلف صراحه، لهذا ما عرفتش. المهم كيجيو بحال اللي فيهم واحد السنينات هنايا دوغي، واحد الدوغي اللي زوا زوين ماشي معيق صراحه، وملي يدين دايرين بحال هكا. اللي عجبني فيهم يعني كاليتي مزيانه، كتحسي دايره نظر صراحه مزيانين، ماشي شي حاجه زعما خفيفه ولا عيانه، نو كيشدوا مزيان في العينين يعني في الوجه، ماشي شي حاجه كطيح ديما بحال النظر اللي عندي دابا عرفتي معصبين يا البنات. كنتحضر كيطيحوا وكندير اي حركه كيطيحوا، لدرجه اني شي مرات كنضطر اني نحيدهم باش نكمل داكشي اللي كندير حقاش كيعصبوني. ومشيت باش يصاوبهم ليا والو، قالك ما يقدروش يعني يلويوهم، ما يقدروش يقادوهم. لهذا ندمت بزاف، ضيعت فلوسي على والو صراحه، لاني اكيد ما نقدرش نصبر بزاف مع دوك النظاظر حقاش كل مره كيطيحوا، كل مره اكيد يعني ما نقدرش ندير داكشي اللي كندير كل نهار ديالي شقايا ولا مسائلي بخاطر، لان كل مره تحضرت بحال هكا كيطيحوا النظاظر كل مره صراحه. دوك النظاظر ندمت على شريتهم، لاني في الاول صراحه ما عرفتش واش غيوقع ليا داكشي، ومني قلت اصلا غادي يقدروا يصاوبوهم ليا ساعه والو، قالك ما يقدروش يصاوبوهم لانه ما يقدروش يلويوهم. المهم بغيت نقول لكم انا لبغيتو انفورماسيون، هادو راه كيصاوبو النظر ديال الشوف بثمن جد مناسب، كديروا الشوف ديالكم والمسائل كاع اللي بغيتو وصافي. وديك الساعه كيصيفطهم لكم حتى للدار، كيتعطلو غير 3 ايام. وغنخلي لكم اللين في لاباغ دانفو، وغنخلي لكم الا كان شي كود برومو يعني على حسابي باش تلقاوه زعما شي 10% ولا 15%. المهم الا عطوني شي كود برومو نقولها لهم، غنخلي لكم في لاباغ دانفو باش لبغيتو تاخذوا النظر. كنصحكم بهاد الماركه، لهذا جربوا، ولكن ديروا زعما عمروا هذيك البلاصه اللي شرحت لكم في الفيديو اللي غادي تلقاو كما قلت لكم، عمروها مزيان يعني الشوف ديالكم شنو بغيتو، واش بغيتو بروتكسيون على حساب البي سي، بروتكسيون على حساب ما نعرف يعني، واش بغيتو البعد والقرب، عمروا كلشي مقاد مصاوب باش يجيكم النظر هما هادوك. صافي سالينا من هادو، غادي ندوزو البنات شنو توصلت من عند نيوشي. من عند نيوشيك البنات توصلت من عندهم بهاد الكارطابلات ولا هاد السويكات هادو، انا غنوريهم لكم. هذا صراحه ما فتحتوش، فتحت غير الصغير لاني استعملته ياك. هادو البنات لاني صراحه بغيتهم من السفر، هادو كيجيو البنات بحال هكا كتخشيهم في الماليطه كما كتشوفوا، هلو كتخشيهم في الماليطه وكتعمروا داكشي مثلا الا بغيتو تهزوا شي حاجات اخرين، مثلا تقدروا ديروا هنايا مشيتو في الطياره ولا ديروا مثلا اللبسه اللي غادي تبدلوها ولا في الباطو ولا فيما مشيتو بعدا، ديروا اللبسه اللي بغيتو تلبسوها مثلا تبدلو بها في الطريق الا كانت طريق طويله ولا الاحتياجات اللي كتحتاجوا ليهم، يعني الا كانت طريق طويله بحال الفوطه مسائل ديالكم كل واحد شنو كيحتاج. كاين هنا جويب بحال هكا واحد هنا، كاين هنا السلسله مثلا، تقدروا هنا مثلا ديروا الوراق ديالكم ولا شي حاجه اللي تحتاجوها في الطريق يعني بلا ما تحتاجوا تفتحوا الباليزه بحال هكا. وعاد واش هنا يعني الصراحه المساحه ديالها راه كبيره، انا نوريها لكم تشوفوا، تقدروا ديروا فيها بزاف يعني الحاجات. هانتوما شوفوا يعني راه كبيره، فيها جوج سناسل باش لابغيتو تسرتوها يعني ديروا ليها القفل. وعجبني الصراحه ستيل ديالها، لهذا تقدروا ديروها في الماليطه وصافي، نتوما معمرين داكشي اللي بغيتو. كاين الحجم الكبير وكاين هذا الصغير اللي كنظن هذا باش ديري وسط الماليطه يعني كيجيو جوج صراحه. انا خديت على اساس كاينه غير وحده بالحق كيجيو بجوج بهم. هذا عادي كيجي بحال هكا بحال كنتي قلتو، حتى هو فيه نفس لي ديطاي هنايا. هذا تقدروا ديروا فيه المسائل ديال الحمام ديالكم ولا المهم مكياج لو كنت شنو فيه يدير. هذا باش واحد الجويب هنايا، ها نحلو سديتو واحد الجويب هنايا. وعاد باش هنايا صراحه لي سباس ديالو هو معقول يعني، راه تقدروا ديروا فيه الماكياج اللي البنات عندكم ماكياج بزاف تقدروا ديروه كامل، بحال مثلا انا تقدري كفاني الماكياج ديال العطله كامله الا مشيت لشي بلاصه زعما بعيده اللي بغيت نهز الماكياج ديالي يعني كامل اللي نقدر نستعمل في المناسبه وغير المناسبه. وفيه هنايا ملي كيتهز، وصراحه عجبني الستين ديالهم بجوج بيهم كما كتشوفوا جاوا مع بعضياتهم وزوينين، حتى الكاليتي كتبان ليا مزيانه ولو على ما نجربهم ديك الساعه نقول لكم ان شاء الله. وندوزو لحاجه اخرى اللي خديت من عندهم، خديت من عندهم هاد الورقه اللي صراحه طلبت منهم يصيفطوا لي خمسه وصيفطوا لي غير وحده، ما عرفتش يعاودوا يصيفطوا لي اربعه الاخرين ولا لا. هادو على حساب الديكو كما كتعرفوا، هاد الوريقات هادو دابا ولاو راهم بزاف يعني، هي اللي حاطهم في كاين اللي كيحطهم فوق الطابله ولكن ديال الطابله اللي خاصهم الطابله ماشي هكا. كنقول لكم يعني هاد الستيل ديال الاوراق كيجيو فعلا في الوسايد، كيجيو في ديال الحمام، كيجيو في الديكوراسيون ديال البيت يعني، ولا موضه بزاف هاد الورقه هادي. كنظن الشجره، هاد الشجره سميتها
اليفانتي كنظن شجره الفيل ولا ما عرفت ما عرفش مهم اوريخاز دي اليفانتي مهم لك تعرف سميت الشجره قولوا لي في التعليق انا صراحه ما عرفتش بالضبط فايت لي سمعتي حاجه بحال هكا بالحق ما متاكداش لهذا انا خديت 5 باش زعما بغيتهم على حسب لي الديكوراسيون ولكن صبتوا لي غير وحده كما قلت لكم ما عرفتش غلطوا لحقاش الايميل قلت لهم صبتوا لي بغيت 5 منهم كيساب لهم قلت لهم غير وحده مهم ما عرفتش نعاودوا صبتوا لي شحال نقول لكم شي نظافي مشيت على عيني بابا حاجه اخرى انا البنات اللي خديت لانه بغيت نجربها هذه ديال ازاله الشعر من الجسم كامل زعما على ما كيقولوا حتى جينا ناخذها من عندهم صراحه الثمن ديالها ما عقلتش حتى هو الثمن كما قلت لكم ملي كتاخذوا الحاجه ما بزاف ديال حاجه ما اكيد ما نعقلش ولكن راه كلشي غتلقى في لابغدانكم مهم ولكن هذه ما كنضرش واش غادي تمشي تدخلوا تشوفوا الثمن لا ما غاديش لا ما نقول لكم غاديش تهتموا المهم كتجي بحال هكا وكتجي بحال هكا كتجي هنايا كديروا الحجره وهنايا كتجي بحال هكا ما زعما ديروا شوفوا البنات على خدمه سمعوا بان لكم هذه غادي شي خدمه سمعوا كتخدم وكتحبس يعني ما غادي تحيد حتى شي حاجه ملي كتحيدي لها هذا اللي هو زعما كيحيد الشعر عاد باش كتخدم شوف عاد باش كتبدا الدور ما هي الفائده انا الدور دابا يعني لا علاقه ما خدمات هذه صراحه صدقات انا ما ننصحكمش بها انتم باش تخدم شوف والو لا يعني ما والحجره ديال الحجره زوينه زعما ماشي شي حجره خايبه اللي نقول دير على دورها سهله نتوما يعني حجرات اللي كيخدموا في كل شيء زعما في اي حاجه ماشي زعما شي حاجه اللي نقدر نقول ما جاتش معاها ولا شي حاجه مهم يعني هي بالنسبه راه كتجي مع ديال يمكن هذا كنظن ديال النيف اللي انا ما عندي به حتى شي غرض وهذا ديال باش تنقيوها ولكن ما خداماش كما قلت لكم هذه ما تضيعوش فيها فلوسكم ما صدقاتش ما عرفتش هذه اللي صيفطوا لي اللي صدقات خاسره ولا كلهم خاسرين اللي عمركم شفتوا شي حاجه بحال هكا عندنا وشي يقولوا لي في التعليق المهم انا هذه ما صدقات لياش ما خدمش ليا وما كنصحكمش بها نهائيا يعني بحال هادشي اكيد راه نقول لكم اللي مزيان واللي ما مزيانش ما غاديش نكذب عليكم نقول لكم مزيانه كما شفتوا راه كدور ولكن راه ما خداماش كتحطها فوق اللحم وكتحبس وخديت مع عندهم هاد اللعبه صراحه نمشي كعندهم هاد الحاجات هادو بحال هاد الشكل مثلا زوينين حطيت لكم واحد ولا حيدت حكم واحد الصوره حطيتها وجدت واحد الفطور حق حيدتها المهم كتجي بحال هكا هادي في الاول كانت فيها بحال واحد الشجيره انا كيحسب لي كتجي هي والشجيره ديالها بالحقنه ولكن صراحه عجبتني حسن علاش لان بغيت نبقى ندير فيها بحال هكا لي في خويسك ملي كنكون مثلا شي مرات كنكون فوق الطبله في الصالون كندير مونتاج شي فيديو ولا شي حاجه كيعجبني نحط لي في خويسك لحقاش انا ممنوع لي ما كناكل حتى شي حاجه اللي فيها الافاده بحال مثلا لي في خويسك ما كناكلهمش لهذاك علاش لا نبقى نحطهم محدي كندير المونتاج كنبقى نقبل ما كنحس كنصدق بعدا كليت واحد شويه ديال لي في خويسك يعني في هذاك النهار لهذا عجبتني الصراحه وكما قلت لكم كتجي فيها هذه العبه هذه لحقاش كما قلت لكم ديال الشجيره ولكن لي في خويسك راه ما غاديش يطيحهم تما وكتجي معها هذه بحال هذا الشكل هذه الخشبه هذه اللي باش تحطوها فوقها صافي صراحه كتجي زوينه غزاله يعني هذا الستيل ديال حتى هو خارج دابا وزوينه حتى خليكم في لابغدا كنتو مهتمين وصاكا اخر اللي خديت للسفر بحال السيده عندي زعما بروغراميا غنمشي غدا للمالديف والسيمانه الجايه غادي نمشي لباري وما نعرف يعني عندي واحد البروغرام عرفتي ما نعاود لكم عامر اني غادي نسافر هاد الشهور هادي ماشي لي تقديت بزاف ديال الحاجه ديال السفر المهم ما عرفتش صراحه اش قال لي هذاك هذا الراس ديالي فاش كنت كناخد هادشي مع عندنا وشي ما عرفتش الصراحه اش من البروغرام ما تعرفي يكون هادشي يعني يكون فعل انني غادي نمشي نسافر غنمشي نسافر لشي بلاصه زوينين المهم كما كتشوفوا هذا الصاك اللي كيتجمع كيتجمع البنات وتقدروا حتى هو تعمروا فيه بزاف ديال الحاجات ديالكم كما كتشوفوا راه كبير بزاف 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 هذا البنات تقدروا تهزوه فيه سنيسله هنايا ديروا فيه داكشي اللي بغيتوا حتى هو تقدروا تحطوه فوق الماليطه ولا تقدروا مثلا الا كنتو كتمشيو تسافروا بالطوموبيل ديروا داكشي الاحتياج ديال الاحتياجات ديالكم اللي كتحتاجوه مثلا حداكم في الطوموبيل الا ما تحتاجوش تقعدوا تفتحوا الماليطه كل مره وصافي ملي كتساليو منو البنات داكشي كطويوه وكتدخلوه هنايا كما كتشوفوا هذا اللي كنجيب كترجعوه وكتدخلوه بحال هكا صافي كتبقاو ومن بعد كتسدو يعني كما كياخد لي سباس هذا صراحه شحال مزيان غادي تنفعني يعني واخا ما عنديش بروغرام عبر السفر ولكن غينفعني ما تعرفي يعني منين القدام كيف ما قلت لكم ان شاء الله علاش لا ما عرفنا ربي شنو مخبي لينا وصافي كتسدو بحال هكا وكيبقى يعني بحال هكا ما كاينش الصراحه لي سباس يعني شي حاجه اللي هي مزيانه زوين وكنظن سالينا من نيوشيك وغندوز دابا البنات من واحد لامارك اللي هي وحده ما كيبيعوا هادشي ديال المكياج داير غير دولار واحد خديت من عندهم البنات بزاف ديال الحاجات لانه صراحه كما قلت لكم عندهم داكشي رخيص خديت من عندهم هذا وهذا العكر هذا اللي هو هذا مارك هي اللي تسميتها اوا ا او ا يعني هي هذا لامارك هذه
غنخليها لكم تيا بلا باغدانفو السميه ديال المحل. غنقلب على لي ليان ديال كل حاجه الحقيقه صراحه صعيب باش نلقاهم، ولكن غنحاول نقلب باش نخليهم لكم. وشي مرات كيتقاد اليوم هادشي ما كيبقاش صراحه، واخا الا ما لقيتش حاجه بقات راه ما عندي ما بقاتش ما عندي ما ندير. المهم هذا بحال عباره على جلوس ولا مرطب ديال شنايف اللي كانوا قالوا مكتوب من مكتوب مصاوب فيه العسل، يعني مس فيه العسل كما كتشوفوا راه مكتوب سميتو او هوني. انا اصلا فاش قريت عليه قلت يعني فيه واحد الكومبوستوس ناتوراليس. المهم هاد الماركه هادي ولا هاد المحل اللي كيبيعوا هادشي اونلاين البنات كيبيعوا هادشي رخيص، وكيقولوا على انه علاش زعما الناس بزاف كيتسائلوا علاش هادشي كلشي داير غير دولار رخيص جوج دولار، يعني كلشي رخيص عندهم. كيقولوا بانهم كانهم ماركه، يعني اول حاجه ما كيد يعني ما كيديروش تجارب في حيوانات، عاوتاني يعني داكشي ديالهم مع انهم ما كيضطروش انه يبيعوه مثلا نقولوا في سيفورا في محلات اخرى، يعني ما لانه سيفورا مثلا بعت عندها لامارك ديالي غتدي واحد 30% ولا 20% اكيد باش تبيع لي الماركه ديالي في المحل ديالها. هما على اساس انهم ما كيعطيو الماركه ديالهم حتى شي حد كيبيعوها هما يعني اونلاين، لهذا داكشي اللي غادي يعطيوه تديه الماركه وتدي هذه ودي هذه، يعني ما عندهمش، لهذا كيبيعوا داكشي رخيص. اما الشيء ديالهم يعني شي حاجه مزيانه وشي حاجه يعني ما تخافوش منها، بحال مثلا الحاجه اللي كنخافوا ناخذو من لي سيت شينوا ما عارفينش يعني شكون اللي مصاوب هذه الماركه غير كنلحقو كنشريو. هذه لا يعني واحد الماركه اللي هي موثقه، يعني انها ماركه ما تخافوا من حتى شي حاجه، لو وقعت لها حتى شي حاجه تقدروا تدعيوهم. لهذا بغيت نقول لكم هادشي باش بعدا الا بتعرفوا بانه هادشي زعما ماشي بحال كيف ما شحال مره كنقول لكم انا ما كيعجبنيش ناخذ الماكياج خصوصا شي حوايج من الماكياج مثلا من اليكسبريس لحقاش كنخاف. اما هاد الماركه هادي كيف ما قلت لكم على ما كيقولوا انهم راها مزيان، يعني الماركه كتقول هاد الشيء ان يعني شحال ما تخافوا يعني حتى شي حاجه كلشي عندهم مزيان وما تخافوا والو. واللي عجبني فيهم هو كما قلت لكم ما كيديروش التجارب في الحيوانات، شي حاجه اللي صراحه ما كنظن كنتمنى انه كاع الماركات يديروها، واخا كنظن صعيب ولكن كنتمنى. المهم خديت هذا بهذا اللوين، هذا عندهم اللوينات. خديت البنات الماسكارا حتى هي بدولار، هادشي اللي غنوريكم دابا بعدا. اللي كلشي داير دولار غنقول لكم دولار، واللي ما دايرش دولار غنقول لكم. المهم ماسكارا دايره بحال هكا، كنظن هاد الماسكارا غادي تكون يعني شي حاجه خفيفه. هاد غنحاول يمكن بهادو مع عندي هنايا الماكياج كومبلي غندير لكم ماكياج المدرسه، سينو غندير لكم ماكياج خفيف بيه. المهم ايلاينر حتى هو داير دولار، ايلاينر البنات جربتو في يدي كما قلت لكم، هذا راه فتحتو انا ماكياج لي زاكسسوار ما نصبرش عليهم والحوايج. داير بحال هكا، هادوك ديال الماك لحقاش صبرت عليهم لحقاش يلاه وسطوني ما تعطلوش. الايلاينر جربته البنات غير فواحد العين فواحد الوقت قلت اجي نجربو نشوف كيدير، صراحه زوين معجبني ولكن باقي ما درتش صراحه ماكياج كومبليتو. البيبي كريم تاهي جربتها ولكن تاهي ماشي درت بها وخرجت الماكياج، لا غير جربتها تاهي عجبتني من ناحيه التغطيه ديالها خفيفه ظريفه. وبزاف كتقولي عواطف بغيتو بيبي كريم يعني على حساب باش تحتفظوا على البشره ديالكم، وحتى انا صراحه بغيت شي بيبي كريم اللي تجي مع البشره ديالي. المهم دابا نجربوها هادي نشوفوا كيفاش دايره، وان شاء الله غندير لكم فيديو خاص عليها كما قلت لكم كندير ماكياج بهاد المنتجات هادو ان شاء الله. خديت هاد العكيكر هذا بهذا اللون هذا على حسب نهار على نهار، حتى هو داير غير اورو اللون داير بحال هكا. هاد اللون تعجبني بزاف، هذيك المره خديت من عندهم قرون وهاد المره خديت هذا كما كتشوف كيجي بحال هكا. وخديت الكونتورينغ، هذا على حسب الكونتورينغ صراحه ديما كنقلب على شي واحد يكون كريمه، مع انا اصلا ما كنهتمش بالكونتورينغ ما كنديروش ما عنديش معاه، ومن جات الفرصه اجي ناخذ هذا القلم هذا ديال الكونتورينغ نجربه. وكما كتشوفوا اللون خفيف ديالو ماشي لون قوي، يعني اصلا مش دير الكونتورينغ ما غنديرش شي كونتورينغ يكون معيق، غندير شي حاجه خفيفه. وتا هذا كما قلت لكم داير اورو، خديت معندهم هاد لاتروسات حتى هي دايره اورو. هاد لاتروس البنات درت فيها الروموش، حطيت هادو اللي هما كيجيو حتى هما مصاوبين بشعر ناتورال يعني طبيعيين، حتى هما كرويلتي فري يعني ما فيهم ما دايرينش في الحيوانات، كاع هادشي ديالهم ما دايرش في الحيوانات. خديت عندهم البونجا، ياس البونجا، خديت عندهم البنات البونجا اللي فايتي خديت معندهم وحده البنات اللي شفتو الفيديو، غنخليكم فيديو ديك المره اللي فاتت شنو خديت. البونجات البنات ديالهم زوينين بزاف بزاف بزاف، يعني رخاصين كنظن الا دايره اورو دولار قل من اورو. كما خديت هذه دايره بحال هكا كما كتشوفوا، نجربها يعني نجرب كيفاش التقطيعه ديالها. رطبين ملي كيتفزقهم بالماء البنات رطبين رطبين، يعني الكاليتي ديالو مزيانه 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 ما عندي ما نقول عليها، كيخلي واحد الاكابادو ديال الماكياج زوين. هذا البنات اللي ما بغيتوش يعني تشريو بيوتي بلندر كتجيكم غاليه، وبغيتو شي حاجه مزيانه تكون رخيصه هادو دايرين دولار. هما واحد الحاجه اللي عندهم البنات انو الان فيو ديالهم شويه غالي، يعني ما رخيش كنظن 8 دولار ولا ما نعرف. لهذا مثلا كنتو ثلاثه الصحابات بيناتكم مثلا خذوا مثلا البونجات مثلا داكشي اللي مهتمين به، كل واحد بنت شنو تعرف شنو بغات، مثلا بغيتو بنت بغات بيبي كريم تبغيتي غتاخذوا مثلا 8 دولار غادي تقسموا على ثلاثه وغادي تجيكم داكشي اللي جات كل وحده غادي تخلصوا وصافي، يعني غطى لكم القضيه مزيانه بحال اللي خديتو يعني من اي محل اونلاين هنايا يعني في اسبانيا. وبالنسبه للتعطال ما كيتعطلوش كنظن شي سيمانه سيمانه وشي حاجه ماشي بزاف صراحه. بالنسبه لهادو وصلوني في 3 ايام،
بالنسبه للنضاد رسلوني في 3 ايام نمشي قطعت لي شي 15 يوم يعني اللي تعطلو هما نمشي كما هادشي كلشي ما كاينش حتى شي سيمانه بالحق هادو النضادر وهادو ديال لي زاكسوار في 3 ايام 4 ايام وصلوني للدار ما تعطلوش نكملو خديت هاد الفراج وهاد البنات اللي داير بحال هكا جاني دايرين ليه هذا باقي ما فتحتوش هذا البنات جاني يديروا لي بحال ستيل ديال ميلاني ما عرفتش تعرفوا لا مارك ميلاني واحد لا مارك اللي هي زوينه والثمن ديالها ما غاليش ما رخيش او سدينا وجه هنيت هانتوما البنات شوفوا على الوين خير كيحمق غير هو راه فيه الجليتر فيه زعما الهايلايتر ماشي الجليتر كيبان ليا زوين البنات التكستوره ديالو يعني كتحسي به كيخلي واحد الاضاءه مع الفراج ومهم انا متحمسه نجرب ماكياج ان شاء الله ملي غادي نجربو ندير شي ماكياج كومبليتو غادي نشاركو معكم في القناه وخديت عاوتاني هذا اللي هو كيجي بحال هكا وكيجي نفس الشيء تا هو هذا باين هذا عندي اصلا بحال هذا السكينيت ديال ميلاني تا هو وفيه الاضاءه شوفوا البنات شوفوا على الوين كيحمق كيحمق و اورو دولار البنات هادشي كلشي اللي وريتكم هذا دولار وخديت ماسك ديال الذهب هذا صراحه معقلش واش كان دولار ولا دولار ونص معقلش اللي تا هو بشحال نجرب كنشوف هذا الماسك ديال الذهب كنقول نجرب هذا الماسك ديال الذهب شنو غادي يدير واش ذهب بصح ولا شنو المهم ما عمرش صراحه فتحتي ماسك ديال الذهب يكون مصاوب بالذهب ولا هذا جولد ماسك هذا يعني بيديا ولا ادير من هذا الفرصه قلت اجي نجربه وان شاء الله غادي نجربه ونقول لكم كيفاش داير واش عجبني ولا لا نقدر نجربه يعني في شي فيديو في الانستغرام وخديت البنات البروتشاس ديال الماكياج خديت هاد الجوج هادو هادو كنضل بجوج بيهم دايرين دولار ولا مع جوج دولار ما عقلتش هادو شي هكا هادي يمكن غنستعملها على حساب كريم اساس كما كتشوفوا شحال طبين فايت لي خديت معلومه وحده باقيت نستعملها لحد الان في الفاجو واعره البنات وكما قلت لكم يمكن لها وحده باورو وجوج بجوج اورو ولا جوج دولار ماشي اورو هنا ما كنهضروش على الاورو كنهضر على الدولار وكنضرب فاش كتبغيو تخلصوا مثلا كديروا البلاد اللي نتوما منها وداكشي راه كيتكتب لكم ديك الساعه الثمن بالاورو ولا البلاصه اللي نتوما فيها خديت هادي وخديت هادي هادو كيجيو مع بعضياتهم وخديت هادو بجوج هادي على حساب خديتها على حساب الكونسيلر شحال انا بغيت ولا نيت باش نطبق بها نحط بها الكريم الاساس وخديت هادي على حساب الايلاينر ولا تحت العين هادي شفتوها وكما قلت لكم جربتهم من عندهم عجبوني بزاف يعني الشعر ديالهم ما كيطيحش ملي كتغسلهم حتى شي حاجه وخديت هاد السومبره هادي ما كانش كيحسب لي وجهها فيها الجليتر كنضل فيها الجليتر المهم راه كلشي سدينو البنات مزيان هانتوما شفتوها المهم كما كتشوفوا مصادني حتى شي حاجه مهرسه كلشي كيوصل مغلف مزيان بالنسبه للسومبره هي جات بحال بحال الموف بارد هي هادي انتوما كتشوفوا ودير ليهم بروتيكسيون يعني باش ما توصل حتى شي حاجه مهرسه وهادو سيكي كانوا بدولار كنظن لك بجوج سومبراس ولكن فاتني وحده ما عرفتش ولا طاحت ليا صراحه كنت جامعه هادشي ما بغيتش زعما ما بغيتش نستعملو ونحط كل حاجه في كونت ومن بعد ما غندير لكم فيديو ما لقاش ما كيعجبنيش هكاك صراحه لهذا الحال اللي كنبغي نشارك معكم كنحطهم فواحد البلاصه معينه حتى كنشارككم مزيان ونشرح لكم مزيان عاد باش كل حاجه كتلف في كونت عاد باش كنبقى نستعملهم المهم خديت هاد الصيصقات هادو اللي هما كاينين عندهم هاد السيت هذا عندهم لي زاكسسوار عندهم بزاف ديال الحاجات صراحه البنات واللي زوينين عندهم كلشي بدولار اغلبيه الحاجات يعني تقريبا 90% ديال الحاجات اللي عندهم بدولار والباقي كاين بجوج دولار مثلا بغيتو لي باك ديال البروتشاس بحال اللي سبق لي وريتكم في فيديو سبق كنشوفو واش باقيين هنا بالحق ما كاينينش هادوك سي دايرين شي 6 اورو شي حاجه لحقاش اصلا هنايا كيكونوا غاليين هادوك المهم اما اغلبيه المعروفه هاد السيت هذا بان عندهم كلشي بدولار المهم وهاد الصيصقات هادو كما اللي كيزعم على انفينيتي لوف يو زعما الى الابد كيعجبوني صراحه نديرهم هنايا صافي فيهم 4 وكنضل ساليت كلشي وشاركت معكم كلشي اليوم كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو وبغيتكم صراحه من كل قلبي تقول لي في التعليق واش بغيتم نبقى نشارك معكم بحال هكا فيديوهات يعني مشترياتي يقدر ندخل لكم حتى الحوايج من هنا لقدام يعني نقدر ندير لكم هذا الفيديو في ساعه ديال المقاله ندير لكم فيه مثلا داكشي كلشي وصلني الشهر كامل وندير لكم فيديو واحد لا بغيتو بحال هكا قولوها ليا باش بهذه الطريقه نبقى نجمع كلشي ونشاركو معكم في واحد الفيديو يعني خاص نتوما تشوفوا كلشي ونخلي لكم اليان ديال كلشي بلا بغضان فشنو بان لكم ولا بغيتو كل مره نقسم لكم بحال هكا ماكياج بوحدو وحوايج بوحدو المهم قولي نتوما في التعليق شنو عجبكم شنو ما الحاجات عطوني افكار حيت نتوما عاونوني على هذا الشيء اللي بغيت ندير عطوني افكار باش نضيفهم للقناه باش نغير القناه عاونوني راه ماشي غير القناه ديالي راه ديالنا كاملين
وصافي صحباتي العزاز كنبغيكم بزاف 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 بزاف. طلعوا لي فراسكم ما تنساوش غنخلي لكم كلشي انفورماسيون في لابغدان فو ديال هادشي. الا نسيتي حاجه ما قلتهاش لكم شي حاجه ما نعرف تقدر تهتموا بها ونسيت ما قلتهاش حقاش حم مره كنقول غنقول وكنسى شي حاجه ضروريه. هذا ديما تبقاو تفقدوا لابغدان فو ولا خانه الوصف باش تشوفوا كلشي. خليت لكم الراحه طلعوا لي فراسكم حتى نتلاقاو في الفيديو ولا بلوغ ولا انستغرام. دابا نيت بوسه كبيره لكم وتهلاو فراسكم حتى الفيديو ما يجي. باي باي.